يوسف خطوة كده ورا الاول. انت كنت اول اتخرجت واشتغلت شوية فاينانس صح؟ اه. طب وايه يعني ايه اللي حصل يعني انت اللي خلاك تنطلق؟ بص هي من الاخر كده يعني ما كانش ان انا الشغل مش ماشي ولا اي حاجة. انا كنت عامة انا متخرج اساسا ديجريز عالية الحمد لله يعني كنت من اسرع الناس اللي ترقت في الشركة. فمن الناحية دي ما كانش فيه مشكلة في السيكتر ده يعني. بس هي الفكرة ان انا ما كنتش مبسوط يعني. انت كنتش متخيل ان انا قاعد على مكتب بجد يعني قاعد بشتغل 12 ساعة في اليوم على حاجة انا ما بحبهاش ماشي. فقررت يعني ان لو عايز انجح في الحياة فاهم احسن انا انجح بعمل حاجة بحبها ان انا اقعد حياتي كلها بعمل حاجة ما بحبهاش يعني. انت الخطوة دي لما خدتها كان يعني الناس كانت مع ضد؟ لا هو ما كانش في حد مع. خطوة صعبة يعني جدا. انت اول ما سألت السؤال ده اول واحدة طلعت لي امي في وشي اساسا. لا كان كله ضدي بطريقة مش طبيعية يعني. انا كان القرار ان انا بص هي انا ابتديت العب اللعبة كان في واحد يعني كان اسمه كريم شادة. هو مصري بس عايش طول عمره في انجلترا وعلى طول بيلعب اللعبة دي بره يعني. وكان كسب بطولات كويسة قوي. هو جه لظروف ما جه مصر قعد 4 سنين هنا. الفترة دي ابتدى يمرن يعني جروب من الشباب عامة معاه فاهم. هو منه يعني ابتدينا هو على طول كان بيكمبيت بره وعلى طول جربت معاه وعجبك عجبني الموضوع ابتديت بقى اتمرن معاه. ساعتها كنت لسه في شغلك برضو زي ما انت ساعتها كنت في ثالثه جامعه مثلا يعني ابتديتها كنت لسه في ثانيه جامعه ثالثه جامعه لما ابتديت